انا ابن مصر. جميل، سقفوا لمحمد. تسلم يا محمد. بصوا حبايب قلبي، احنا عجلنا القرص بتاعتنا تمام كده، حطينا لها السمنه وحطينا الخميره وحطينا شمر وينسون. طبعا انا بحب، هي العجانه حلوه بس انا بحب المعجنات دي تبقى بالايد، تحسي بيها اكتر. يعني طول ما الملمس بين ايدك انت تحسي بيها اكتر، لما تبقى بالعجانه مش هتحسيها قوي. هي حلوه برضو بس انا حاسه كده بتبقى افضل يعني. تمام كده، انا هحط بس شويه لبن وهنسيبها تخمر، وبعد كده هنعمل البسكوت بتاع اللانكشاير. تمام كده، بس هياخد منديل. مريم، انت ماما بتحبي تعمل الكحك والبسكوت في البيت، بتحبي تساعديها في ايه؟ خدي المايك واتكلمي. بحب اساعدها في كل حاجه، في الاكل بالذات. ايه بتحبي، وبتحبي تاكلي ايه، الكحك ولا البسكوت؟ تحبي ماما تعمله ولا تشتريه جاهز؟ لا، بحب ماما تعمله. وتيتا مش بتساعدكم؟ بتساعد. طيب ادي المايك لنور. هي نور، بتحبي الكحك والبسكوت ماما وتيتا يعملوه في البيت ولا بتحبي تشتروه جاهز؟ لا، بحب ماما وتيتا يعملوه في البيت. وتعملي معاهم؟ طبعا بتعملي معاهم، عشان دي نور حفيدتي، دي بنت عامر. ماشي، ادي المايك لآلاء. ادي المايك لآلاء، يلا يا آلاء اتكلمي. انت بتحبي تعملي ايه في البيت؟ بتحبي ماما تعمل الكحك والبسكوت في البيت وتيتا ولا بتشتروه جاهز؟ بنعمله في البيت. بتعملوه في، قربي قربي المايك واتكلمي، قولي. بنحبي نعمله في البيت. وتحبي، بتحبي الجو ده طبعا. طيب، وبتحبي الكحك اكتر ولا البسكوت اكتر ولا بتحبي ايه اكتر؟ الكحك. الكحك اكتر طبعا، كل الاطفال بتحب الكحك عشان عليه سكر وبيبقى محشي برضو. ماما بقى بتحشيهولك ايه؟ بتبقي حاشيه ايه، عجميه ولا بتبقى حاشيه مكسرات؟ مكسرات. يا ولا، ماشي يا آلاء، خلي المايك معاكي، كمل العجنه دي وارجع لك يا آلاء. بصوا حبايب قلبي، احنا حطينا اللبن الدافي. اللبن ده بنبقى حاطين فيه معلقتين سكر تمام، عشان القرص تبقى يعني مديه ايه، طعم سكر شويه كده. بسم الله، بصوا يا جماعه، يا كده ايه ما شاء الله. احنا طبعا نلف كده بالبوله بتاعتنا كده، لان احنا مش ايه، بنعجن في عجانه تمام كده. بعد كده بنحشيها. انا عامله لكم نوع، هوريه لكم قبل الهوا طبعا، عشان انتوا عارفين قبل الهوا الوقت بيبقى ضيق، وبالذات في رمضان الوقت بيجري. فاحنا عملنا قبل الهوا القرص دي، عملتها وحشيتها جبنه، حطيت مع الجبنه روزميري فريش، وحطيت معاه معلقتين جبنه شيدر مع الجبنه اللي هي البراميلي تمام، حلوه قوي، وبرده حاشيه بالعجوه تمام كده. اهي القرص اهي. احنا كنا زمان، حماتي بقى والدتي الله يرحمهم كانوا بيحبوا يقطعوا العجينه كده، بس انا مش عايزه اوسخ ايدي، فانا بعملها لكم كده اهي. بسم ما شاء الله، اهي خلاص. سبحان الله، دايما الكحك والبسكوت دون لما بتعمل في البيت بتحسي بالجو المصري، تحسي بريحتهم كده، وبالذات تلاقيها في الارياف، الحته دي هتلاقيها في الارياف، تلاقي الكل قاعد والجيران والحبايب وكلهم قاعدين مع بعض بيعملوا الكحك والبسكوت وبيسهروا عليه، حاجه حلوه قوي. انا بحب الروح المصريه الجميله دي. بصوا كده ما شاء الله اهي، بس طبعا اهي بصوا العجينه طريه، الملمس بتاعها طري، بصوا حلوه قوي. شايف العجينه معايا اهي ما شاء الله. دي بقى كده خلاص، احنا هنسيبها تخمر وبعد كده بنشكلها بالطريقه اللي احنا عايزينها. وعلى فكره ممكن ما تتسابش تخمر، يعني ممكن تتشكل على طول، يعني انا ممكن اشكل لكم منها على طول. دي كده تمام خلصت.